البنا ده تعبان على حسب استطاعتك. في ناس والله ما عندهم استطاعة يعني بيبنوا، قاعدين في كرانق، قاعدين في شوالات، البيوت ذاتك اللي جيت ذاتك بتكون كلها منتهية، يعني الناس ما معروف تاكل ولا تبني. وحارسين التخطيط، والتخطيط احنا ما عارفين يجينا بتين. يعني كنا بنناضل في القرية دي من زمن بعيد، القرية دي من 2003، قرية السلام نفاش من 2003، نقلت من مستشفى النموذجية، الآن المستشفى نقلوه من المستشفى على أساس إنه يكون موقع. لين جابونا من هناك، جابونا في الخلا وفي العراء. الحتة دي كانت بالمناسبة فيها الأرنب جاري والمرفأ ولا القش جاري والجمال سارحة هنا. حتى الآن نحن موجودين وما حنمشي منها، حنظل موجودين. يلا صح مكسرونا هناك، عندنا زي 4 سنين جابونا شهر 40 دي عن أمطار فينا والبرد هسه حاليا جاي، طبعا الشهر ده خاش شوي شيء. والله بس من أي من حتة واحدة، نحن حتى لو كان بين المواصلات دي ممكن نركب أي حاجة نجاسة زي الناس، لكن بس المشكلة نحن في أمر السكن هسه الآن. أنا ما نحن لو أساساً دا نتكلم عن الخدمات اللي من المفترض أن تكون للإنسان السوداني أو الإنسان الحي أصلاً في الأرض، نحن بعيدين كل البعد من الخدمات الإنسانية. بتمثل في الطرق، الطرق أنا لغاية حسي ما عندنا طريق، ما عندنا طريق، وحتى يعني نعاني معاناة كبيرة جداً جداً أبنائنا الطلبة عشان يمشي يحصلوا الحصة الأولى ولا الحصة الثانية ما يمشي إلا بعد الفطور. قلنا لهم نقوم نمشي وين؟ قالت قوموا تفضوا الحتة. ما مشينا لما انتمينا شهر 5 لما جو منه رمضان، رمضان باقي له يومين كويس معاكي، جو وقاموا كسرونا، قال لنا تقوم من الحتة دي، جو أبو قوة 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 جو كسرونا. حتى الرواكب دي غوزتها، نحن شفت في كاكي ذاته يا اخي، شفت المواطنين ذات الجيش جابوه اكثر من المواطن. يلا ما عندنا كهرباء، نحن الكهرباء دي زول بقول لك تعال ده في الناس البوابير دي يقول لك الشهر الاسبوع ب 80 جنيه انت ما بتقدر تعجر كويس معاك، وتمشي تشحن كهرباء ب 5 جنيه وبوابير كامه كهرباء عامه، نحن ما بنقدر في الحاله دي، يوم تشحن يوم ما تشحن، بس غايته إعانة يعني شديدة. لا عندنا ايش، شوف يعني احنا بنقوم الساعة 4 صباحا عشان نمشي نحجر غير ايش كويس، احتمال تلقى احتمال ما تلقى، طيب هنا هنا ذاته ما في تحاجري عشان تمشي تشتري كويس معك، تخلي اطفالك في البيت تحاجري حاجة كده عندنا هنا متوفر ما في. قلت الناس من شمال كردفان او غرب كردفان نزحوا عشان يجوا في يجوا من درمان ويجوا من أواصم دي. بس احنا الشيء المهم بس احنا عايزين منه شنو دونا اردنا عشان واحد يقدر يستغل ذاته في بيته ان شاء الله يبني فوق. هسه احنا قاعدين كلنا شوالات يا هندل، شايف انه الشوال ذاتي ينتهي تعال نمشي نجيب شوال، المشمع ينتهي نمشي نجيب مشمع، بس قاعدين كده يعني ما نقدر نبني لانه لو بنينا حيكسرنا. المره اللي فاتت ما شاء الله كلها بانين بنا ما شاء الله، طوبنا حق البلوك ذاتنا البانين بس سرقوه. ما تحفيروا حمامات، احنا بنمشي زي ناس البلد وناس البلد احسن عندهم شجر، احنا بنمشي الخلاصة زي ده، ايه لك فرقة زي ده؟ انت بتقومي تقعدي زي ده، ده الناس قاعدين ساكنين وين؟ دول العاصمة.